صاحب مطعم بيحضر الماتش مع جهاز منتخب مصر وشوية نجيلة بنرميهم على أرض الملعب قبل الماتش عشان نغطي على اللون الأصفر، وكل ده والعفاريت لسه ما سابتش الزمالك. أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. أفضل 11 في الجولة العاشرة كانوا من فرق مختلفة. عامر حارس الإنتاج الحربي اللي بيرجع لتشكيل الأسبوع بجدارة بعد تصديات بالجملة قام بيها ضد الزمالك، وكان منهم الانفراد الصريح لبين شرقي في الشوط الأول. معاه أمير عابد باك المقاولين اللي عمل ماتش قوي جدا في ديربي ولاد العم ضد الإسماعيلي، وعمل أسيست الجول الأول بأوفر نموذجي على راس سيف الدين الجزيري، وعمل جبهة من نار على محمود البدري اللي اضطر مدرب الاسماعيلي انه يغيره في الشوط الثاني عشان مش قادر يوقف انطلاقاته. اسلام ابو سليمة مدافع المصري اللي كان رجوعه عامل مهم في عودة المصري للانتصارات بعد غياب 3 ماتشات. محمود البدري مدافع الانتاج الحربي اللي زهق مصطفى محمد لمدة 70 دقيقة قعدهم في الملعب، وعلى غير العادة مصطفى محمد ما تهناش على اي كرة عرضية او التحام هوائي مع مدافع. علي معلول باك الاهلي اللي رغم ان الضغط الهجومي للاتحاد كان عليه بزياده شويه في الشوط الاول، الا انه انتفض في الشوط الثاني وعمل جبهه قويه جدا وحصل على ركله الجزاء قدر ان هو يشوطها بمنتهى الروقان. في نص الملعب اليو ديانج دبابه الاهلي الماليه ناويه تكمل معانا شكلها شويه كده في تشكيل الاسبوع، والسبب ان اليو ديانج استمر في الاداء الممتاز اللي بيقدمه والمره دي ضد الاتحاد. ضد الاتحاد الاهلي كان مضغوط في الشوط الاول وديانج كان المنفذ الوحيد لقطع الكوره ونقل الفريق لقدام. محمد بازوكا من الانتاج الحربي واللي نقله من مركز المساك لهاف ديفندر ادى فريق الانتاج الحربي لاعب ممتاز في قطع الكوره في نص الملعب. لما كان طارق حامد وفرجاني ساسي بيحاولوا ان هم ينقلوا الكوره لقدام كان دايما رجل بازوكا هي اللي موجوده علشان تقطعها. ميدو جابر جناح مصر المقصه او المصحصح الوحيد في تشكيل مصر المقصه، عمل كل اللي عليه، سجل وصنع لكن ما لقاش المسانده الكافيه من زمايله. احمد ياسر صاحب هدف فوز المصري على طلائع الجيش واللي تعب علي الفيل، واحمد علاء مدافع الجيش بسبب تحركاته من غير كوره على الجنبين زي ما بيقولوا كريستيانو رونالدو بورسعيد. محمد الصباحي جناح اسوان واختياره مش علشان بس الجولين اللي سجلهم في طنطا وجاب بيهم نقطه لاسوان، 90% من محاولات اسوان على طنطا كانت عن طريق محمد الصباحي، واكيد لولا وجوده اسوان ما كانش هيخرج بالنقطه دي. سيف الدين الجزيري بيرجع للتسجيل في الدوري الممتاز بعد غياب 8 اسابيع برأسية مفيش احلى من كده، وفي الشوط الثاني لما الاسماعيلي كان بيتقدم للهجوم كان دايما الجزيري موجود في نص ملعبهم عشان يستغل اي هجمه مرتده. افضل فريق في الجوله الاهلي. بعد شوط كان الاتحاد فيه أخطر هجوميا من الأهلي قدر الأهلي إن هو يتحول في الشوط الثاني ويحسم الفوز بنتيجة كبيرة. المميز في أهلي فايلر إن تشكيل الفريق مش بيتأثر بالغيابات لأن فكر المدرب انتقل للاعبين زي اللي حصل مع ديانج وأحمد الشيخ وتغيير مركز أفشة، ولما بيكون موجود خلل بيبقى فيه البديل الجاهز القادر على تغيير كل حاجة زي وليد سليمان. وإنت بتتفرج على الأهلي عارف طريقة اللعب من قبل الماتش ما يبدأ وبتتأكد لك ظنونك والماتش شغال، عشان كان مش بتستغرب لما الاهلي بيكسب 4-5 ومش بتقلق لما الجول الاول بيتاخر. ده ليه؟ لان الاهلي بقى ليه شكل ثابت مع ريني فايلر، ومع ارتفاع مقدار ثقه الجمهور في ريني فايلر الاهتمام بالتشكيل ما بقاش زي الاول. افضل لاعب في الجوله محمد الصباحي جناح اسوان، سجل جولين في طنطا واكتر من 5 محاولات على المرمى، وفي كل ماتش الاسوان دايما محمد الصباحي هو مصدر الخطوره الرئيسي لفرقته، وبكده مجدي عبد العاطي مدرب اسوان على الاغلب هيكسب الرهان اللي دخله قبل الموسم لما قال ان الصباحي هيكون مفاجاه اسوان في الدوري الممتاز. اجمل جول في الجوله جول محمد الطرهوني لسموحه في الجونه، مجهود ممتاز من حسام حسن على الجنب اليمين بعدها عرضيه لمحمد الطرهوني اللي لقى نفسه وسط 3 مدافعين من الجونه، لكن بمهاره كبيره قدر ان هو يتخلص منهم ويشوط صاروخ سكن الشباك. مدرب الجولة عماد النحاس تحكم في مجريات 90 دقيقة ضد الإسماعيلي إن هو بدأ المباراة برتم ضغط عالي جدا قدر إن هو يسجل وينهي الشوط الأول متقدم بالجول، وفي الشوط الثاني لما الإسماعيلي فتح كل خطوطه علشان يحاول إن هو يعدل النتيجة ويتعادل كان عماد النحاس موجود بتغييراته اللي اتأخرت في آخر ربع ساعة ويسجل جول تاني حسم بيه الفوز تمام. مفاجأة الجولة رضا الويشي، فاكرين رضا الويشي؟
بعد 8 سنين ونص من الغياب عن التسجيل في الدوري الممتاز بيسجل رضا الويشي هدف تعادل فريقه نادي مصر في مصر المقصة. مفاجأة الجولة مش في النتائج الغريبة المستمرة لمصر المقصة، لكن لأن رضا الويشي بفورمته دي وفي سن 34 سنة بيسجل وبيقود فرقته للتعادل.